هناك زوج ورشات واحدة راهي على مستوى وزاره الماليه بالتنسيق والتعاون مع البنك العالمي باش نستفاد من تجربه تاع البلدان الاخرى اللي راجعت هذه سياسه الدعم الورشه الثانيه راهي على مستوى وزاره الداخليه او تكلفنا وزاره الداخليه بالتنسيق لأنها هي الوزاره اللي تقدمت احسن تقدم في الانفورماتيك وهذا التنسيق يكون مع جميع شبكات الدوله في الاعلام الالي من شبكه تريزور لا سيكوريتي سوسيال الى اخره باش نخرج ريسونسمون ايكونوميك دو تو من منطلق هذا الاحصاء نمشوا تدريجيا باش نعرف شكون هو شكون ماليا كي كي فينونسييرمون وشكون يحتاج الدعم شكون اللي ما يحتاجش الدعم شكون يحتاج مستوى أليف من الدعم شكون يحتاج مستوى باء من دعم. هذه الورشه هذه تاخذ وقت تاخذ سنه 2018 تستهلكها كلها معناها المواطن يقدر يعرف باللي خلال هذه السنه ما يكون فيه اي تغيير في سياسه الدعم الاجتماعي لا سوسيال اللي في مختلف القطاعات و عندما نصل الى خروج بالنمط، كونطو نرى نوفو موديل، نتكفلوا بشرحه، شرحه على الرأي العام باش يفهموا، ثم نبدأ في تطبيقه، إذا التطبيق قد يكون في السداسي الثاني لسنة 2019، تقول لي علاش نبطاو هذا الشيء هذا كله؟ ما نغامره نغامروا، موضوع حساس، لازم تكون فيه حرفية وحذر. والاهم هو اننا نبداو نبداو ثلاث سنين ماكسيموم توصل الجزائر تصحح سياسه الدعم تاعها وتاخذ فوائد كبيره للمواطن وللخزينه العموميه ان شاء الله